الخير والسعادة من الله. لك قديش ما أكلتش؟ إحنا لبسنا الجاش بالقطين والخبز. مش معنا وسائل نشرب الطحين. طيب. وإحنا مرضانين كمان، العلاج ما جاش فينا كمان. مش متأخر علاج للبني آدم، ولا أكل ولا شرب ولا حاجة. طيب. الشعب الإسرائيلي المجرم دمر بيوتنا وقتل أولادنا وأطفالنا. ما قلت ليش قديش لك ما أكلتش؟ كل ثلاث أيام باكل حنك صغير. كل ثلاث أيام؟ اه. ايش بدي أسوي؟ يعني أنا بنصوم، إحنا ناكلش بنصوم، أنا وبناتي ثلاث بنات وزوجتي جريحة، وأنا استشهد الاثنين، ابني وابنه في نفس اليوم. نعم. عندما خبط المدرسة هذه ومات فيها قتلوا 15 شهيد اليهود المجرمين. وهم جماعة طماعين ومسكين، ونصل إن شاء الله للدولة الفلسطينية. وبعدين السعودية لو تقطع عنهم البترول، الملك يقطع عنهم البترول، بطلب أنا من الملك بحال يقطع البترول على أمريكا وعلى إسرائيل. ساعتها إحنا بننصر بغيث الله عز وجل. بارك يا حجي.